السلام عليكم، كيف حالكم؟ عساكم خير، معكم حسام. في الفيديو خلونا نتكلم عن النقاط الأخيرة اللي باقية في فاينل فانتسي اكس في. أحب أشكر جميع اللي ساهموا في القناة ودعموا باللايك وبالسبسكرايب، شكرا من أعماق قلبي، وياريت تستكملوا اللي انتوا فيه، وما عليكم من الهيترز اللي يتفرجوا وما يسووا لي لايكات. في البداية أحب أقول لكم أنه مشروع دوبلاج فاينل فانتسي على وشك الانتهاء، باقي بس الإضافات اللي في رويال إديشن والأربعة القصص المجهولة، ومنها أردن إيزونيا. حنتكلم عن أردن بعد شوية، لكن الآن خلينا في المفيد. حتحصلون في صندوق الوصف رابط تقدروا تتفرجوا منه جميع المقاطع اللي أنا دبلجتها ورتبتها لكم بالشكل المطلوب، مع العلم أنه في بعض المشاهد تم إعادة دبلاجها علشان يمكن أنا غيرت شخصية ولا حاجة. زي في البداية ما كنت بكون جلاديوس فغيرت رأيي، بعدين أخذت جلاديوس، وبعدين نكبت وقلت مين ياخذ أردن إيزونيا ومن هالكلام، فعطيتها شخص، فبعدها أنا صرت أردن إيزونيا، والجميع ما حيصدقوا أنه أنا نوكتيس وجلاديوس وأردن إيزونيا وكور والسيد الشايب وأبو برومتو اللي في نيفلهايم في حلقة برومتو في مشهد بعد الحلقة الثانية أو شابتر 2. أوكي، أنا أدري أنكم تكرهون هاجيمي تاباتا. بعد بحث وقرار واستنتاج لقيت أن هاجيمي تاباتا يقول تبو هابي إندينج ولا سوبر ساد إندينج، يعني نهاية محزنة بشكل مو طبيعي. وكان في إحدى الشابترات يقول لك اختار شخصيات نطلع لك لهم يعني قصصهم، وفي أشياء تجنن. طبعا خلينا نتكلم عن الأشياء السلبية قبل الجيدة، لأنه ما شاء الله يا كثرة السلبية. هاجيمي تاباتا استغل اللعبة وحرف وحط لنا توتوريالات وتريلرات وأشياء ما كنا ندري عنها، فلما جينا شغلنا اللعبة ما حصلنا نفس اللي شفناه في الإعلانات. ستيلا راحت، أوكي. لونا جات شوية وماتت، أوكي. الجروب كل أم وعيال ما جات إلا إيريس ورانية شوية، قلنا أوكي. وبالنسبة لهذول الاثنين فينهم؟ واحد جاء شوية في حلقة برومتو واختفى، والثاني جاء مدري فين في شابتر 13 حق جلاديوس لما تلعبه واختفى. سلامات، المفروض يكون واحد فيهم الوحش الأخير. راحوا غيروا هذا كله وجابوا لكم مين؟ أردن إيزونيا. أردن إيزونيا المفروض يكون مستشار وشي يعني ذو الحكم ومدري كيف، راحوا غيروه خلون لعن من لوسيس، واصلا ايش وداه تكن هذا مدري فين راح. سلامات. لا، والشي اللي يقهرك انه الاخ هاجيمي تاباتا حط لك هذه الاشياء اللي ما لها داعي. ليه 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 كذا يا هاجيمي؟ انت خليت فاينل فانتسي مجرد لعبة تسويقية، حرام عليك والله. يعني انت ما رأيت شعور الفانز والناس القدامى اللي من ايام سكوير سوفت؟ جاي انت بكل استهتار خليت اللعبة تجارية، جايب لي اشياء ما لأمها داعي. يعني مثلا اتمرن مع ارانية، ترين ويذ ارانية، هذه ايش استفيد منها انا يا ابني؟ لو ليفلي 120 ولا لا في الشابتر 13 لما تدخل نيفلهايم كلها مكررة مكررة، تمشي في زوق والتوه وتمشي هنا والتوه، كيف كذا ابويا شايفني ايه؟ لا 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 لا، الشيء اللي من جد يعني ما نقدر استوعبه، سبيشال اديشن، دي 1 اديشن، بريميوم اديشن، ديلوكس اديشن، بوكيت اديشن، رويال اديشن، ويندوز اديشن. ايه ايش الاديشنات هذه يا رجل؟ خاف الله. ايه يعني باقي ترو اديشن وباقي فاينل اديشن وباقي اديشنات كثيرة. ومع العلم يعني انه نوكتس راح لك ديسيديا، وراح ان شاء الله نشوفه في كيندوم هارتس، وراح لك كمان تيكن، ولسه لعبته ما خلصت ما خلصت نهايتك، ما انت عارفين انت حي ولا ميت، كل شوية يغير يلعب فينا. ها ها ها، اساسين كريد على شوكي موجل كارنيفال، باقي تسوي دعاية البيبسي وتريحنا يا اخي. جايب لنا لحوم ومدري ايه، والكابلز المكرونة مدري الصودا، يعني كان النوع اللي تجيبه. المهم انت ترى قاعد تلعب في اللعبة، وجايب لي سيمس كمان، وجايب لي مدري مين ذاك المدرع. خلاص يا اخي ارحمنا، تكفى والله انت ترى وين يا سلامات. لا، والمشكلة في كل النسخ نفس القصة، ما في اي جديد، كوبي بيست فلوس. يعني نقول لك شيء تروح لنا في حاجة ثانية يا اخي، انت ما عندك اي احساس يا ابني. وبالنسبة للسيمس، اوكي انا عارف انه لعبة فاينل فانتسي اكس في حقت الويندوز اديشن
رايحة للأورجينال والستيم، مع العلم أن أورجينال هي الوحيدة اللي تقدر تحمل لعبة سيمس. فأنا مو عشان حطيت نوكتس هذا تروح أنت تنبسط وتجيب لي لعبة سيمس في فانل فانتسي. طيب أوكي، عرفنا أنه في إبسود برومتو، إبسود جلاديوس، إبسود إيجنيس، بس أنت جالس تجيب إبسودات. باقي دحين إبسود أردن حيشتغل لين 2019، يا كور يا أرانية يا إيريس يا لونا فريا يا كينغريجس. بس كينغ أتيل اللي هي فان فانتسي 6 في، ولا كمان في كينغز نايت، وفي مونستر مدري مين، وفي كمان برضو مونستر ثانية اللي هي مونستر اوف ذا ديف فان فانتسي حق الفي ار. انت صراحة جايب العيد، وفي كمان حق الجوال. يوه خف الله، انا ماني جالس اعاتبك، بس الغريبة في الموضوع انك انت جالس تذبح كل الشخصيات، تبي تثبت انه ما في جزء ثاني لانك ما انت قادر تخلص الجزء الاول، فقاعد تموت كل الشخصيات عشان ترتاح منهم. اوكي انت موتهم في كينغز ليف، ودحين قاعد تموتهم في اللعبة نفسها. طيب وين الضخامة في الموضوع؟ ومبهدل الدنيا، وتيشيرت نوكتس ولبس نوكتس والإديشنات هذه اللي انت فيها، ومتعب الدنيا مكسرة. في النهاية ألعب لعبة أمشي في العالم حقها فاضي يمان ياهو. على فكرة يا حبيبي انت جالس تقتبس من فاينل فانتسي 7 ياهو. فين عقلك؟ شغل يا أخي، المفروض تجيب حقين سيناريو حقين ناس أفضل. جوك كذا بس ابغى فلوس انت. اوكي اجبروك سكوير انكس على انك تشتغل، بس انت يا حبيبي كذا سوتها وتخنتها وشوهت سمعتك كلها. وايش قصة البراوينجز هذه؟ ما ادري باورينجز اللي قاعد تحطها لنا. نسخة فاينل فانتسي 6 في اصلا الواحد على البلايستيشن 4 جابت لك في سنة واحدة يمكن تقريبا 100 مليون، لا 100 مليون 10 مليون حوالي. طيب اوكي، سلبيات اللعبة مرة كثير مرة كثير، اسمح لي اقول لك اياها. انت ما تعرف تخرج، ولا حد يجي يقول لي هذا تحت تأثير الضغط وسكوير انكس تضغط عليه. ما لا دخل، ما حد قال لك تصير مخرج. تحمل يا اخي دخلتك هذه، انت تهورت ترى، ما خليت نوكتس لونا يتكلموا، وبعدين مسوي فيها تبى تتراجع وجايب لي لونا في رويال اديشن على اساس روحها يعني وانها طير، وجاية تحمي لك نوكتس عن باب انسومنيا. لا والشي اللي يقهر من جد يا اخي، عدد الشخصيات قليل، وفي سلبيات لا تعد ولا تحصى. فاذا انت ما شاء الله يعني عندك اشياء انا ما ذكرتها اكتبها في خانة التعليقات. اوكي، الاشياء الحلوة اللي في اللعبة، العالم مفتوح، العالم كبير، مدينة التشا اللي تعتبر اطلانتس الاسطورية، 4 اشخاص مع بعض طول الوقت، تعزيز حماس، اختلاف في الشخصيات، واحد ذكي، واحد العقل المدبر، واحد الفكاهي، واحد المعضل الحارس الأمين، واحد ما شاء الله الفارس من هذه الجهة. ومن جهة ثانية فكرة الدبلاج أنا حبيتها صراحة، وبعت عن الترجمة لأني أنا أصلي كمان ما أحب الياباني، واللي يتكلم يقول لي يلعب بالياباني ومدري كيف. انا ابدا ما احب اللغه اليابانيه بشكل عام، قال لي نعم دايو، هذه ما احبها انا صراحه، كل واحد وذوقه. انا احب الانجليزي واعشقه بشكل مو طبيعي. لما دخلت موقع سكوير انكس وقريت يعني عن الاراء والاشياء والمشاكل اللي ما دروا عنها الناس من فتره طويله قبل الدوبلاج، انا دخلت موقع سكوير انكس واكتشفت اشياء، انه في 4 يتكلموا بالفصحى، اردن، ايزونيا، ايجنيس، لونا فريا، وكينغريجس. نوكتس المفروض يتكلم بالفصحى يعني البريطاني، لكن قالوا انه نوكتس عاش حياته دائما بعيد عن الأبوة وبعيد عن الأشياء الرسمية، فبالتالي ما يتكلم بالفصحى، يعني يعتبر الأمير اللي تكي مع الشعب. فأنا أتمنى انه في الرويال إديشن يخلوك تتمشى في عالم انسومنيا. أنا قربت أسحب على اللعبة، بس باقي أشياء أخلصها عشان ما في أي أحد ينزل في العالم العربي، فأنا تبرعت، وبعدها حتلاقوني رحت عالم ثاني بعيد عن نوكتس اللي بس يبكبك، بس يبكبك، شوفوا بس يبكبك، شو سوي معه؟ وبالختام احب اقول لكم يعني لا تنسوا دعم اللايك والسبسكرايب، اضغطوا دائما ولا توقفوا، لا تكونوا فقط متفرجين ما تدرين ايش السالفه.
وحاولوا انكم تشاركوا على قد ما تقدروا في خانة التعليقات، اكتب رأيك يا حبيبي المشاهد. للتذكير هذه قائمة التشغيل حقت Final Fantasy XV اللي انا دبلجتها، وفي مشاهد انا كنت بدبلجها وتكنسلت، زي مثلا المغارات وعبور الاشياء اللي تحت الارض والكهوف والادغال، لكن مع ظروف تقنية كنسلنا المشروع حق الدبلاجة يعني هذه الأماكن. فأتمنى أني ما قصرت في الدبلاجة وأني دبلجت على قد ما أقدر، فإحنا أصلا جروب عبارة عن 5 أشخاص بالكثير، يعني ضبطونا. كان معكم حسام، في أمان الله.